وأما الحديث 21 فهو حديث عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ دبر كل صلاة من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب. رواه أحمد وصححه محققو المسند. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن ماذا تقولون يا إخواني الآن لما تسمعون هذا الحديث؟ نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأنه قال لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم. فيضاف لما سبق في الاستعاذة من الفتن، المحيا والممات والدجال: اللهم إني أعوذ بك من الفتن. الفتنة الابتلاء والاختبار والامتحان كما نعلم. الفتن ما يتعرض له المسلم من بلايا ومحن في أمور دينه ودنياه. استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن الظاهرة والباطنة. الباطنة ممكن تكون في القلب من الشرك والحسد وسوء الظن والرياء، باطنة. وفي فتن ظاهرة، ويدخل في الفتن فتنة الشبهات، يختلط عليه الحق بالباطل، يرى ما كان يراه حراما بالأمس صار يرى حلالا اليوم، يشتبه عليه الهدى بالضلال، ما عاد يميز لا حق من باطل ولا سنة من بدعة ولا حرام من حلال ولا هداية من ضلالة، اختلطت عليه الأمور ما عاد يميز. وفتنة الشهوات كشهوة النساء وفتنة الأولاد، يعني ينحرف بسببهم، يترك واجبا بسببهم، يفعل حراما بسببهم، يضغط عليه يدخل حرام للبيت حرام للبيت بسببهم. فتنة الأموال، يأخذها من حرام يصرفها في حرام. كذلك هذه الفتن من العجب، الخيلاء، حب الشهرة. الشهوات منها مباحة ومنها محرمة. النساء في زوجات وإماء، وكمان في وأيضا في زنا وحرام، لكن هذه الحلال إذا أشغلت عن الله والدار الآخرة النتيجة، يعني حتى الشهوة المباحة قد تفتن الإنسان، ويعني عبد الزوجة. والبنون أيضا، يعني إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ممكن الواحد يفتتن بسبب بنيه البنون، فإذا قد يحملونه على البطر الأشر، قد يستعملون في المعصية، يشاركونه في ذلك، يتسببون بالولد مجبنة مبخلة محزنة، يترك بسببهم الإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والتعلم، يشغلون عن واجبات، يوقعونه في محرمات. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والاستعاذة بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتنة الجهر وفتنة السر، ما يجري في الظاهر وما يجري في باطن الإنسان. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الفتن الصغيرة والكبيرة والخافية والملتبسة والعلنية والسرية كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا.